حكم الهوى وشرط غايم تشري، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرط غايم تشري، صدقتي مشان الرعاية تبع برنامجي؟ هاي حجة بس لحتى يتقرب مني أنا، شو خصني بالموضوع؟ بروح على المدير العام بيحكي معه. لك شلون شو خصك؟ مو أنت اللي جبت الرعاية؟ يعني إلك الحصة الأكبر. دخليك؟ هلأ الشركة اللي بده يعلن عنا، شركة شو؟ ما بعرف، ما سألته. وليش ما سألتي؟ لأنه بدي إياكي تقتنعي أنت تروحي لعنده وتسألي. لا ما حذرتي، ما رح روح. والله يا حوبي عرفانة شو عم تفكري، عم تقولي لحالك هلا شو بده يقول عني بكره زيد؟ رح يقول تركتها من هون ودارت على حال شعرها من هون، سبونسرات البرنامج وما بعرف شو، بشرفك مو هيك؟ لا مو هيك. لا يا ستي هيك ونص، صار لكم شهر ونص تاركين سأل عنك؟ لك حاجة عم تراعي له مشاعره، بلشي حياتك، أصلا لازم من أول يوم تركك فيه كنتي بلشتي من جديد. ما بعرف. خلص ولو ليش أنا عم ناقشك؟ مع مين عم تحكي؟ شو عم تعملي؟ ما دخلك. شلون ما دخلني؟ شش. الو مرحبا، كيفك سيد سامي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال تمام، هي خلي لي اياك يا رب. ايه شهد منيحه ليك جنبي وبتسلم عليك كمان. الله يسلمك، الله يسلمك يا رب. ايه طبعا وافقت، وبكره رح نتعشى نفس المطعم على الساعة 8. اوكي 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 الله معك، باي 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 باي. جيت
انتي جنيتي؟ شو بكي انتي؟ شو شبني؟ لك شو شبني؟ لك شو عملتي انتي؟ لك مجنونة؟ شوفي جهد غصب عنك رح تعيشي وغصب عنك رح توافي عليه اذا في خير. ولك انتي شو بدك فيني؟ ما رح روح يعني ما رح روح. زيد نقطة انتهى، امحي من ذاكرتك، خلص وما رح ينمحى الا بعلاقة جديدة. ايه هاتي لشوف. صباح الخير لأحلى أبو الزود وأحلى كاسة قهوة ورواق للراية. يسعد صباحك. رضوان؟ تعال شوي. شرفك شوف شو كاتبه نانسي. كل الصباحات التي انقضت تشبه بعضها، فهل سيكون اليوم؟ ثمة ما يجعل لصباح الغد طعما ولون. طعما ولون. ايه شو فيها يعني؟ فيها يعني انه المخلوقة ناطرة شي شخص يصير اليوم، هذا الشيء رح يغير لها حياتها، يعطيها طعم ولون، هيك معناته البوست. طيب يعني وين المشكلة؟ ما فيها شيء، ما فيها مشكلة. زيد، أنت تركت للمخلوقة من شهر ونص ولهلا ما قدمت شيء. يعني شو بدها تنطر هي من الحياة؟ اليأس؟ ولا حضرتك اللي طلعت من حياتها عن سابق إصرار وتصميم؟ شو بدها تنطر؟ يا فهمان، هذا البوست يعني بدها ترتبط، عم تفهم علي ولا لا؟ ترتبط؟ بالمناسبة كيفهم أهلك؟ إن شاء الله هلا هيك رضيانين عنك بعد ما تركتها، رضيانين؟ مو هذا موضوعنا. إيه لا لا لا، هذا هو موضوعنا. وهذا صلب اللي صار وصلب اللي راح يصير. أنا ما عم بفهم هيك. ليش دائما لازم تحط اللوم علي والحق علي؟ ليش دائما لازم تحاسبني إلي وحدي؟ عمين بدي احط اللوم لك؟ عمين بدي احط اللوم؟ بنت حبتك 5 سنين ووصلت معك لمرحله قالت لك بنزل معك على المحكمه لنتزوج وبتنازل عن اهلي وانت حضرتك ما رضيت. عمين بدي احط اللوم عليها هي؟ ما بعرف. فعلا انت ما بتعرف، فعلا ما بتعرف. اخي خلاص اتركها للبنت، اتركها تعيش حياتها وخلي امك واختك يشوفوا لك بنت على مرأة منيح؟ هذا الحل الأنسب. كاتب. وأي صباح من صباحاتك لن أكون فيه قهوتك التي أدمنتي لن يكون هناك طعم ولا لون. إيه وهو ليش كاتب هيك يعني؟ شو ليش يعني؟ عادي عم برد على البوست اللي أنا كاتبته، ما في شيء. شهودة حبيبي، يعني أنت هلأ مبسوطة ولا زعلانة؟ يعني حددي لي مشاعرك. لك شبكي لي؟ طبعا مبسوطة، مبسوطة كتير. كتير ولا شوي؟ من قلبك ولا من عقلك؟ من قلبي ومن عقلي كمان، اتنين سوا. شرفك شاهد، بلا جنانك هلا، قومي احذري، هذا الزلمه بده يعمل لك مشاكل.
عم تفهميني؟ لا رح يعمل مشاكل ولا شيء، كتب بوست عادي بيكون مشتاق لي. يا حرام يا الله، شو رأيك تقومي تبكي لك شوي؟ لك يا شهد يا حبيبتي، انت جد بشي؟ لك بيكون شاف البوست اللي انت كاتبتي وحس انه في تغيير بحياتك، وهو ما بده يصير هذا التغيير، يعني ما بده اياكي ترتبطي ولا بده هو يرتبط فيكي، يعني هذا الزلمه اناني ما رح يخليكي مبسوطه بحياتك ولا رح يخليكي تخطي على هيك خطوه، عم تفهميني؟ لا انا حاسه انه في اشاره من السما. بالله في اشاره؟ شو هي الاشاره؟ شو هي الاشاره؟ ما شفتي وقت اللي قررت انه روح شوفه لسامي انا وياكي بالمطعم نتغدى سوا؟ كان زيد بنفس المطعم، واليوم وقت اللي قررت انه اطلع معه على العشاء برد زيد على البوست لإلي، شو بدك اكثر من هيك صدفه؟ شهد لا تشنينيني، بلا خزح بلاتك هي اللي اكل وشرب عليها الزمان، لك ما كأنك مثقفه، ما كأنك دارسه، قال اشاره قال. ليكي بيكون بعلمك، الموعد ما رح يلتغى، ها؟ رح روح على الشغل وارجع لاقيكي حاضرتي تماما، عم تفهمي علي ما؟ مساء الخيرات، تفضلوا. كيفكم؟ تمام، احنا على العال، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. شو حابب تعشينا؟ لسه ما قعدنا. شو بتحبوا؟ انا بحب شرحات مطفاية، وشهد سمك مقلي. بتحبي السمك؟ ايه كثير. خلص في إليك، عندي عزيمة على اللاذقية معناها. ما بدي غير سلامتك، بس ليش لا؟ ان شاء الله. الله يسلمك. إذا بتريد المازة مثل العادة طبعاً. بالنسبة للأكل بدنا شرحات مطفاية وسمك مقلي وجيب لنا صحن مشاوي مشكل. فكرة من هنا مشاريب شو تحب؟ شو بتشربوا؟ بردان فريش؟ 7 أب؟ 7 أب واثنين بردان فريش. أرقي؟ لا أهم شيء. عيني؟ تفاحتي؟ فكرة من هنا. هذا خالص كمان خذوا معك صحن. إيه أسا شهد كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال، كيفك أنت؟ تمام، كيف شهد؟ ماشي الحال. كيف دوامكم بالعاده؟ هلا انا بداوم يومين نشرات اخبار، ويومين ليلي كمان نشرات اخبار، وعندي يوم تقديم برنامج. يعني عندك يومين عطله؟ يومين عطله بس ايام بقدم نشرات اخبار تقريبا داوم شي ساعتين باليوم. ايه منيح، ما في تعب كثير عندك؟ لا الحمد لله، بس هلا صار في تعب بعد ما صرت انا عم عد برنامج. ليش وين المعد؟ ترك. ليش ترك؟ ما بعرف، عنده ظروف. شو هالغبي هاد؟ حدا بيكون عم يشتغل مع هيك وردة وبيترك؟ شهد اسم على مسمى، ما شاء الله عنه، يعني حياته كتير هنيه، بعدين شغله بيطير العقل. هلا كونه عم نحكي بموضوع الشغل، ما بعرف إذا خبرتك الآن سيلين عن موضوع الرعاية. إيه خبرتني، بس الحقيقة ما عطتني كل التفاصيل. أنا حابب أقدم رعاية لبرنامجي، مقابل إنه ينزل اسم شركتي بشارة الختام وشارة البداية. وعن شو الإعلان؟ أنا عندي شركة ألبسة جاهزة، طبعاً ملابسك رح تكون من عندنا من الشركة. حلو كتير، معناها لازم نخبر المدير العام لحتى تشوفه حضرتك وتتفق معه على التفاصيل. أنا ما عندي أي مشكلة، بس أنا بفضل شوف المدير عن طريقك، خاصة يعني لازم يعرف إنه الرعاية جاية عن طريق حضرتك، وهيك تكون نسبتك أكبر. شكراً كتير يا أستاذ سام. ولو أنت غالية كتير. أستاذ سام يحكي لنا شوي عن حياتك، عن شغلك. أنا من ريف اللاذقية، درست تجارة واقتصاد. أبي الله يرحمه كان في عنده شركة استيراد وتصدير الفواكه. أكيد بالحمضيات لأنه أنتم مشهورين فيها كثير. هلا مو بس حمضيات، نحن كان في عنا برادات لكل أنواع الفواكه. بعدين حبيت وسع شغلي، فتحنا معمل ألبسة قطنية بحلب ومعرض مفروشات بريف دمشق.
طب بهالظروف شو صار بمعمل حلب ومعرض الشام؟ يعني فينا نعتبر خسائري اقل خسائر بين الناس. بالنسبه لمعرض المخروجات قدرت اسحب كل البضاعه اللي عندي، ومعمل حلب اخذت المواد الاوليه بس الالات مثل ما بتعرفي اغلبها صارت بتركيا. بعين الله، الله يعوضك يا استاذ سامي. بسيطه، المهم هلا انا قاعد بالشام، بطلع على اللاذقيه بس اقامتي الرئيسيه كلها هون بالشام. استاذ سامي لسؤالي ولو كان خاص، حضرتك ليش ما تزوجت لهلا؟ انا تزوجت وفي عندي بنت بس للاسف انفصلنا. هلا انا تعرفت عليها بالجامعه، حبينا بعض، تزوجنا وجدنا بنت حلوه كثير. انا شغلي كان كثير صعب، اغلبه سفر بين المحافظات، كنت اطلع على تركيا والعراق ولبنان، ما قدرت اتحمل هي الحياه، هذا اللي صار. ولهلا عم تسافر على هدول الدول؟ لا اكيد، هلا بسبب هي الظروف ما عاد عم سافر. حتى شركة الوالد سكرتها. يعني ما عاد خرج نصدر لمحل. طيب استاذ سامي، طالما انحلت مشكلتكم ليش ما رجعتوا لبعض؟ لأنها تزوجت. تزوجت؟ والبنت؟ أخذتها. طيب وهيك استغنيت عنها بسهولة؟ أكيد مو بهالسهولة. يعني هي البنت لساها صغيرة ويفضل إنه تربى مع أمها. بس أكيد بس تجاوز السن القانوني رح رجع إذا قبلت، قصدي البنت طبعاً مو لك. طيب أستاذ سامي، مانك ناوي تتزوج من جديد؟ أكيد ناوي. إن شاء الله لقيت بنت الحلال. على ما يبدو إني لقيتها. إن شاء الله. مرقضيها تحقيق برد الأكل. تفضلوا. تفضلوا. مرحبا أنسي رهف. أهلا أنسي شهد، كيفك؟ الله يسلمك، كيفك أنت؟ الحمد لله. عندي موعد مع المدير العام، ممكن تخبريه أنه أنا وضيفي وصلنا؟ تكرم عينك، لحظة لخبره. ألو، مرحبا أستاذ، في الأنسي شهد وضيفه وصلوا. حاضر أستاذ، أهلا وسهلا، تفضلوا. الأستاذ بنتظر. شكرا. هذا الأستاذ سامي. شرفي. ليش المطنجر مزعوج هالقد؟ فيني افهم هذا البني ادم شو عم يعمل معها تاني مره؟ ليش جايين لهون؟ بعدين هي ما عندها دواء، شو دخلها لعند المدير العام؟ بدك تعذرني، ما فيني جاوبك ولا على سؤال من اللي طرشتهم ورا بعض. انا رح اعرف. تعال اقعد برا، لا تتهور، هلا بس يطلع بنعرف كل شيء. كان تعرف الوست اللي كتبته من نهارين انه مزبوط وصحيح. اي بوست؟ هذا تبع صباح جديد ويوم جديد وطراب السخن. لك لا، الدعايه مقبول برا. الو، كيفك؟ كيفك لين؟ اهلين زيد، الحمد لله، كيفك؟ زفت زفت زفت. اف، ليش معصب؟ لا ماني معصب، مبسوط خير الله. قولي لي مين هذا الشاب اللي مع شهد؟ هذا فرصة عمر. شو يعني فرصة عمر؟ والله هذا حدا فرصة، مانو حبيب. ايوه، يعني ما في شيء بيناتهم لهلا؟ لا، بس احتمال كبير يصير في بيناتهم شيء. يعني عم اقول لك فرصة عمر. لين، ليك بترجاك مشان الله، انا واصلة معي لهون. مين هاد؟ وشو عم يعملوا سوا؟ وليش اجى لهون؟ فهميني بس.
هذا فرصة اسمها سامي، أما شو جاي يعمل بالتلفزيون؟ فشغل. شلون يعني شغل؟ شغل شو بده يتوظف عنا هون؟ هنزل ضحكتني، هلا بده يشتغل بالتلفزيون على البونات عشان يقبض 15,000 بالشهر؟ لك ليش عم تضحكي؟ ليش عم تضحكي؟ ليش عم تمسخري؟ مين وهاد فهميني؟ هلا بدي أسألك، هلا أنت شو بدك فيها؟ إذا كان حبيبة ولا خطيبة ولا جاي يشتغل، يا أخي اعتقل المخلوقة، يعني لا بترحم ولا بتخلي رحمة الله تنزل. لا دخلني، وبدي أعرف مين غريمي، مين وهاد؟ غريمك؟ عن جد إنك بتضحك. ليه؟ جاوبيني بس على هذا السؤال. تفضل. بتحبه؟ لمين؟ لك لضراب السخن، بتحبه؟ آه، يعني اللي بفهمه منك إنه شهد ممنوع تحب حدا غيرك. لا مو هيك. مبلا، المهم إنك أنت ترضي غرورك وتضل أنت الحبيب الأول والأخير، وفي وحدة عايشة على أنقاضك وعم تتعذب كرمالك. أنت ليش مصرة ما تفهمين؟ ليش؟ طيب فهمني. أنا بحب 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 بحب، وأنت بتعرفي هذا الشيء. إيه، وبعدين؟ ولا شيء. طالما ولا شيء خلص انتهى النقاش بيناتنا، أنا مشغولة، باي. لين؟ لين؟ زيد خلص، باي باي، الله معك. بسيط بسيط. أنا مثل ما قلت لك أستاذ سامي، ما عندي مانع، بس لازم تقدم طلب للمؤسسة العربية للإعلام ونحن جاهزين لأي خدمة. شكرا كثير لك، وموضوع المؤسسة أنا بتابعه. قاعدين دايما على القهوة، كل لك ذوق. أهلا وسهلا. شكرا كثير أستاذ، كل لك ذوق. شكرا. السلام. شكرا كثير رهاف. عفوا أستاذ شهد، عفوا. مرحبا. هلا رضوان. مرحبا أستاذ، تحياتي تحياتي. الأستاذ سامي زميلنا رضوان. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، تحياتي. عفوا انسه شاهد، انا حجزت كاميرا بكره الساعه 10 مشان الاستطلاع، وراح اطلع انا شخصيا. ليش وين المحرره؟ للاسف مسافره. اوكي، شكرا كثير، عم عزبك معي يا رضوان. ولو عيوني الك، تعرفي انت. تسلم عيونك. اهلا استاذ. يا اهلا. طبعا الاستاذ سامي رجل اعمال وراح يقدم لنا سبونسر للبرنامج. اه كثير حلو، الله يعطيك العافيه. بس يعني فرد لنا ايدك، مو انه هيك تضرب بوكس بكره. تكرم عينك. خلي لي اياك، خلي لي اياك. بينكت. لا لا ابدا، بس هيك عم نهز الورد نحن لنشمه يعني. خلي لي عمرك. نحن بكره على موعدنا. ايه وبنعتذر منك لانه كثير مستعجل. ولا يهمك، مع السلامه. فضل. مع السلامه. فرصة سعيدة يا استاذ. الله معكم، مع السلامه. مع السلامه. والله لا تكيف يا زين. مين طلع؟ شو هاي؟ يعني فهمني شو هاي؟ يعني ما في شيء، ما في شيء، لا تخاف. هذا رجل أعمال وجاي يقدم سبونسر للبرنامج، لا تهز بدلك منه، لا تخاف. رجل أعمال قلت لي؟ يعني من وين لوين الأنسة شهد بتعرف رجال أعمال؟ فهمني من وين لوين؟ هلا أنا اليوم ما فيني جاوبك على هذا السؤال إطلاقا، بس بكرة بتاخده من عيني هي قبل هي. ليش بكرة؟ لأنه بكرة موعدي معه. إمتى؟ يعني بكرة استطلاعي الساعة 10، بخلص 12، يعني ب12 تقريبا. ها؟ تخبرني ها؟ لك إيه بخبرك، بس أنت تأخرت على نشرتك. يلا، شو القهوة الحلوة هي؟ اشرب قهوة مثقفين سادة سادة، يلا. أنا ربيت بعيلة بسيطة ميسورة، مو فقيرة بس مو أغنياء، يعني في سيارة واحدة بالبيت لبابا، طبعا عنا أراضي كروم، فواكه، شتوي صيفي، وبابا مدير مدرسة ابتدائي، وأخي ضابط بالجيش، أختي مدرسة عربي متزوجة وعايشة بمصيف، والماما مدرسة ابتدائي. بدي أسألك سؤال، ولو أنه حشر يتحمليني. تفضل. معقول صبية حلوة مثلك متعلمة وبمجال عملها الواسع من العلاقات والمعارف
وصار عمرك 31 لهلا ما حبيتي. إذا أحرجك السؤال بسحب. لا عادي، أنا بصراحة حبيت، بس الظروف ما سمحت للارتباط. طيب فيني أعرف ليش؟ لا بس شغلة أهل من الطرفين يعني. وهي العلاقة من زمان ولا جديدة؟ لا من زمان. أنا آسف على السؤال، بس بعدين بقلك ليش سألت. أوكي أنا بدي نام لأنه بكرة عندي شغل كتير. الله يعطيك العافية، تصبحي على خير. وأنت بخير. تفضلي فوتي لين. شو يا؟ ليش تاركتيني لحالي وسهرانة؟ يعني عم بتسلى شوي على الفيسبوك. مع مين عم تدردشي؟ ما حدا. عاشتك بقى، ليكون عم تحكي مع زيد. يا ريت يا ريت. شو رجعنا لنفس النغمة؟ ليش انت تركت لهالنغمة لحتى ارجع لها؟ والله يا حياتي يفضل انك تتركيها. على فكرة زيد اليوم حكى معي. عجد؟ شو بده؟ ليش كل هالحماس يعني؟ لا ما بده شيء، بس كان عم يسألني مين الشاب اللي إجا معك عالشغل. ليش؟ لأنه غيران عليكي، ما بده حدا ينافسه على مشاعرك، اللي لازم تضل ملكه بدون ما يملكك. ليش هيك عم تحكي على زيد؟ شو يا؟ حن الوتر على العود؟ ولك هذا واحد ضعيف وجبان وعاجز، ما قدر يوقف بوش أي ظرف كرمال يحافظ عليكي. لك كيف أنت كنتي قدرانة تأمني على مستقبلك ومستقبل أولادك معه؟ بعرف انه كلامي ما عجبك، بس صدقيني هي الحقيقة. ويا ريت تفيقي من الكابوس اللي انت فيه. تصبحي على خير شهد. انت بخير. أنا ما ارتبطت فيه، وعلى فرض إني ارتبطت فيه شو رح يساوي يعني؟ والله كان رح يجن. يجن؟ هو يجن؟ ما فكر فيني إنه أنا جنيت لما أخذ قرار الانفصال وما ضل براسي العقل؟ والله أنا معك بهذا الحكي مصدقه كثير، وأنا كل يوم بقول له إياه، بس للأسف زيد ما شايف إلا حبه لإلك وما شايف كل الظروف المحيطة فيه. لا رضوان، شايفة وشايفة كتير منيح. أصلاً هو مو شايف غير أهله وظروف أهله. كان من الأول يقلي إنه أهله مو مقتنعين بالفكرة كلها. من البداية، من بداية علاقتنا هو عم بيكذب علي إنه أهله كتير فري، كتير متفهمين، كتير منفتحين، ما عندهم أي مشكلة بإنه يتزوج من غير طائفة. كان عم بيكذب علي بس مشان حبه، ولما حبيته وتعلقت فيه خلاص بلشت تبين الحقائق. ايه شهد، بس يعني انت اهلك كمان ما كانوا مقتنعين بالفكره؟ كانوا مقتنعين، بس بعد الازمه تغيروا مثل كثير من الناس. طيب بدي اجي معك، وافترضي انه انتوا تزوجتوا قبل الازمه،
صدقيني كان بده يكون حالكم مثل بعض الحالات اللي تفككت بعد الأزمة، والسبب للأسف طائفي. يمكن، ما بعرف، بس اللي بعرفه شغلة واحدة بس، أنه أنا تنازلت عن كتير إشياء وعن أهم شيء بحياتي هو أهلي، كرماله هو بس، وهو ما رضي. ليك شهد، أنا رأيي أنه ما في حدا بيستاهل أنك تضحي أو تتنازلي من شانه، لأن الحياة عم تمشي بسرعة وأنت بنت بحاجة فرصة. في شيء بالحياة اسمه منطق، والمنطق بيقول أنه كل واحد فيكم لازم يتزوج ويشوف حياته، وأنا رح حاول أني أقنعه إلو كمان أنه يتزوج. يتزوج؟ أنا مثل ما عم أتمنى لك عم أتمنى له، ومثل ما شجعتك على أنه تستغلي أي فرصة عم شجعه إلو كمان أنه يستغل أي فرصة، لأنه بتصوري هذا هو الحل الوحيد. ماشي رضوان، أنا لازم منتج الاستطلاع. الساند اللي انت عملتيه طويل وممل، هاد مقتضب وقصير، هدي حضريه وجهزه زي مع المصور جاي انا. اوكي، شكرا. مع السلامه. اخ ماشي، انا بخلص شغلي بحاكيكم. اهلين ابو الزود، جيب له قهوه الاستاذ زيد. كيفك؟ يا هلا. لا تقلي شفت رشاد انت وجاي لعندي. شو؟ لا ما شفتها. شو قالت لك؟ ايه منيح انك ما شفتها احسن. اخي بصراحة هاي المخلوقة بدها تتزوج الشاب وبدها ترتاح منك ومن عذابك، هيك بالمشار معي. طيب وانا؟ وانت؟ انت لازم بقى ترتبط وترتاح. هي قالت لك هيك؟ ايه. بسيطة. هلا هي مو بسيطة بمعنى بسيطة، بس أنا شايفة يعني محل مناسب للطرفين. واعتبارا من بكرة أنا راح أحكي لك مع سهر. مين هي سهر؟ لك سهر؟ شو بك سهر مذيعة الرياضة؟ شو بدك تحكي معها؟ هلا انا هي البنت بشوفها بنت كتير مناسبه لاهلك، يعني عروس بالمواصفات المطلوبه. لك انت شو عم تخبص؟ شو عم تخبص؟ شو عم تحفز؟ انا لا عم خبص ولا عم احفز، هي البنت صغيره وحلوه ومذيعه، بعدين من عندكم ومثقفه، يعني هي المواصفات المطلوبه. لا انت اكيد جنيت. حبيبي انا ما جنيت. ومثل ما عم اقول لك، انتظر تليفون من البنت، بالمناسبه هي معجبه فيك من زمان. رضوان هذا الموضوع ما بنمزح فيها، اوعك تعملها. صدقني رح اعملها، ووقعك وقع الى اول ما الى اخر، وخليهم لاهلك ينبسطوا. لك يا هدب، انا اللي بدي اتجوز مو اهلي، فهم؟ والله ضحكتني. لك ابو الزود، ليش مع شهد كانت المساله بالعكس؟ اسمع، انا بطلت اتجوز، خلاص بدي اقضي حياتي بهي الطريقه. بطلت منيح؟ منيح، بس أنا لقيت لك الحل. لأنت بترجع لها لشهد وبتنطر لحتى يموت أهلك وأهلها وبتتزوجوا، يا أما بتتزوجوا بالمحكمة
وبتنطروا لحتى يموتوا أهلك وأهلها وبتعلنوا زواجكم هيك، لأنه ما في حل غير هيك خلص. كازمي أنت ماك حاس حالك مظلوم بهذا البلد؟ طبعاً. يعني طاقة طاقة ما شاء الله، أنت لازم يستثمروك مكان تاني. أنا كل اللي بعطيهم نصائح هيك بيقولوا لي بالمناسبة والله. أنا في عندي تقرير، شربوا قهوتو، في عندي تقرير بدي صوره، بخلصه ومنروح أنا وأنت بنشرب كاس، يلا شرب قهوتك على السريع، باي. شهد يلا نحن 30 ثانية طالعين على الهواء. يلا شباب استعداد. مساء الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج همومكم أمانتنا، طبعا الهم الأكبر الذي يشغل السوريين والذي تتفرع عنه هموم كثيرة هو الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين، ولا سيما في فترات البرد الشديد والحر الشديد. للإضاءة على أسباب وتداعيات هذه المشكلة يسرنا أن نستضيف الأستاذ السيد عبد العظيم حمادة مسؤول قطاع الكهرباء في محافظة دمشق. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بداية قبل الحديث عن أسباب وتداعيات هذه المشكلة، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، يعني نريد أن نطمئن المشاهدين على أن هناك خطط مستقبلية قريبة جدا لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أو على الأقل تقليل ساعات التقنين. مساء الخير إليك وللأعزاء المشاهدين. منحب نطمئن ونقول أنه في جهود جبارة عم تبذل من قبل الوزارة قائمة على هذا الأمر، وهي بتقليل ساعات التقنين. وين المشكلة إذا طلعتي معي بالسيارة؟ يعني أستاذ سامي بتعرف هون قصة الناس ما بترحم. الناس وألسنتهم تركي علي. إيش بدك تحط الزئ على تمهم يعني؟ أيوة هي صار بدها وقفة لأشرح لي. أنت بالتحديد فيني أمنعهم يحكوا عليك. كيف بقى؟ متزوج. شو؟ شهد، من أول لقاء صار بيني وبينك حسيت بشعور اللي زمان ما حسيت فيه. شعور شو؟ أنا بحبك. بس أستاذ سامي حبيتني بهالسرعة، يعني نحن ما صرنا شهرين بنعرف بعض. هلأ قلنا شهرين، وبعتقد يعني هاي الأحاسيس ما بتنقاس بالزمن. مو بيقولوا انه في حب من اول نظره؟ صحيح. بس شو اعتراضك علي؟ لا مو قصة اعتراض. ما بتحبيني؟ ما في مشكله، بعطيكي فرصه، بس بتمنى عن جد انه توافي. طيب خليني افكر، لانه هذا القرار ما بيتاخذ بهالسرعه. بس بهالفتره هي ما بصير نقطع عن بعض، منها بتعطيني فرصة وبتعطي لحالك فرصة. إن شاء الله. شو رأيك هلا نروح نتعشى؟ لا بعتذر أستاذ سامي لأنه اليوم تعبان كتير، خليها لبكرة إن شاء الله. خلص بكرة بتعملي حسابك ونتعشى مع بعض. إن شاء الله. أهلين مسا النور، كنتي طالعة بتجنني على الهواء واللقاء كان كتير حلو. تسلميلي يا عم اللون. شو الأرجيلة عمرانة؟ احترق النفس ولا ناطرني؟ والله هي تاني صاحبة حماتك بتحبك كتير، قلت لحالي رح تتأخري بين ما تجي بعمل نفس تاني. ما تأخرت لأنه سامي وصلني. بالله وين شفتي؟ على باب التلفزيون لقيته ناطرني وأصر بده يوصلني. ايه شو حكيته؟ أنا ما حكيته لكلمة، هو كل الوقت عم يحكي.
ايه شو حكى؟ قال لي انه بحبني. برافو حلو. ايه انت شو رديتي؟ تفاجأت وتلبكت بس عطاني مهلة لحتى اخذ قرار. شهد سامي حدا كتير منيح وبده اياكي وحابك كتير، فهي فرصة عمرك لا تروحيها من ايدك. ما بعرف محتارة. جواب مشجع، معناته انت رح تقومي هلا تبدلي اوعيكي، رح روح اعمل شاي لحتى ارجع وبدد لك هالحيرة اللي جواتك. يلا هلا شوف شو بده يطلع معك. شهد أنا عن جد بحبك، وكل يوم عم يمر عم يخليني أتعلق فيك أكثر من اليوم اللي مضى، وأنتي لهلأ ما عطيتيني قرارك. مزبوط، مضى أكثر من شهر وما عطيتك قرار، ما ردت لك خبر. بس سامي مو لأني رافضه. لكن شو؟ لأني خايفة. من شو خايفة؟ ما بعرف. ما تقولي لي آخر شيء إنه خايفة مني. لك اسمعي، أوعى بحياتك تخافي من حدا بيحبك بصدق، لأنه اللي بيحب ما بيأذي حبيبه. أنا خايفة عليك. فينك توضحي أكثر؟ بجوز ما أقدر حبك، بجوز ما أكون بحبك أصلاً، ما بدي يصير في بيناتنا مشاكل وما نخلص منها. طيب خلينا ناخذ الموضوع ببساطة أكثر، أنت شو بتحسي تجاهي؟ بحس حالي مبسوطة، مرتاحة نفسياً، بحسك عايش معي، بسمع صوتك كل يوم الصبح المساء، بتدللني، بتسمعني كلام حلو، بتخفف وجعي، بس ما هيك خايفة. طيب كتير حلو هالحكي، يعني انتي لا بتنفري مني لا بتتضايقي من صوتي، وقت بتشوفيني ما بتكوني مزعوجة. طيب خلينا نعتبره هاد انه مقدمة للحب. صدقيني لو حسيت بلحظة انه انتي ما بدك يعني انا ببعد وما بفرض حالي عليكي. شو؟ يعني فيني اعتبره هاد مقدمة للحب؟ إن شاء الله. يعني اعتبره موافقة مبدئية؟